نحاولوا نعطيو انا مثلا انطلق من نفسي انا شنو هما مثلا الصعوبات اللي واجهتهم، عاد غادي نعطيكم الى ما كانش الفيديو طويل نعطيكم بعض المشاكل اللي عانوا منها ولقاوهم بعض الاخوان، بحكم ان دابا على تواصل مع الاخوان وكيبارطاجيو معنا، باش نتوما اي واحد مقبل جاي اي بعدا يديرهم في دماغه كما كنقولوا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا، كيف الحال والأحوال؟ تحية طيبة لكل الإخوان والأخوات. إن شاء الله في هذا الفيديو غنحاول نهضر على واحد الموضوع زوين، موضوع مهم طرحوه البارح بعض الإخوان في المباشر، ألا وهو شنو هما الصعوبات والمشاكل اللي يقدر يلقاهم أي مهاجر مقبل يجي هنا لأمريكا، سواء كان عازب عازبة مزوج عنده الوليدات إلى آخره. فكما كيعرف الجميع اي شخص يعني مقبل غادي ينتقل من واحد البلاد ويجي هنا لامريكا، فراه من طبيعه الحال غادي ينتقل من بلد يجي لبلد اخر، ينتقل من واحد ثقافه واحده اخرى، ينتقل من واحد النظام لواحد النظام اخر، واحد مجتمع لمجتمع اخر، واحد العادات وواحد العادات لشي عادات اخرى. بالتالي هنا خصو يهيئ راسو ويبريباري راسو ويوجد راسو ويكون عوال على انه راه غير يلقى، ما غاديش نقول له ما غاديش يلقى مشاكل وما غاديش يلقى صعوبات، غير هو كتختلف يعني كما نقولوا نقدروا نسميوها درجه الصعوبات ولا درجه المشكل كتختلف من شخص لشخص اخر، لان كل واحد وظروفه، كل واحد عند فين جاي وعند من جاي الى اخره. فغنحاولوا نعطيو انا مثلا نطلق من نفسي انا شنو هما مثلا الصعوبات اللي واجهتهم، عاد غادي نعطيكم الى ما كانش الفيديو طويل نعطيكم بعض المشاكل اللي عانوا منها ولقاوهم بعض الاخوان، بحكم ان دابا على تواصل مع الاخوان وكيبارطاجيو معنا، باش نتوما اي واحد مقبل جاي اي بعدا يديرهم في دماغه كما كنقولوا تحسبا. ربما مثلا يقعوا له هذه المشاكل ولا يتلقى مع هذه الصعوبات الى اخره. فالاخوان اول صعوبه انا واول مشكل، وهذا الشيء راه طرحناه شحال من مره، يقدر يعاني منه يعني الاغلبيه، انا نقدر نقول الاغلبيه، كتبقى واحد النسبه قليله اللي مثلا الا كانت عنده راه ما غاديش يعاني، الا وهو اللغه. انتم شحال من مره يعني هضرنا في هذا الموضوع ونصحناكم وطلبناكم وقلنا لكم او دي خدموا على اللغه الاخوان، راه الا عندك اللغه راه غادي تحل لك زعما بيبان هنايا، وغادي تحل لك لا مشاكل هنايا غير باللغه، غير الا عندك غير اللغه. عكس الا ما كانش عندك اللغه غاتلقاش لا عاوتاني مشاكل هنا. اذا اول مشكل واول صعوبه كيعاني منها كما قلت في البدايه اغلبيه ديال المهاجرين هو اللغه، وبصفه عامه راه ماشي جيتي غير الامريكان غتعاني من لغه الانجلي، مشيتي لاوروبا خصك الفرنسي ولا مثلا الطاليانيه ولا الهولنديه ولا ولكن الا كانت عندك الانجلي راه فين ما مشيتي راك غادي تخدم، فين ما مشيتي عندك اللغه راك غادي تخدم بها. تفهمنا دابا الاخوان؟ اذا اول كما قلت لكم اللغه هو اول مشكل كيعاني منه مهاجر جديد هنايا في امريكا. جبتي معاك اللغه راه غتحل لك كاع المشاكل اللي ممكن غادي تقدر تعاني منها مرات عديده. وهنايا انتم شفتوا يعني هنايا مشيتي كنتي سوا بوحدك كما قلت لكم ولا مزوج ولا عندك الوليدات، راه دخلتي لشي محل راه تستعمل لونجلي، مشيتي للطبيب غيعطيك وراق خصك تقرا ذاك الوراق، كيكونوا اسئله خصك تجاوب على ذاك الاسئله، مشيتي مثلا لشي اداره كلها كتعامل بالانجلي، الوثائق خصك تقرا خصك تفهم، جاك شي ايميل خصك تقرا ذاك الايميل وتفهمه، مشيتي للخدمه كذلك بغيتي تسول على شي حاجه في الاتش ار ولا شي مانجر ديالك ولا خصك تهضر معاه بالانجلي. فهمت دابا شحال القيمه وشحال الاهميه ديال اللغه ديال الانجليزيه؟ اذا باش ما نطولش في هذه النقطه هذه، كما قلت لكم خدموا الاخوان على اللغه ديالكم، حسنوا من اللغه ديالكم، وخاصه دابا حنايا في هذه الوقيته، يعني ما تقوليش راه ما عندكش الوقت، ما تقوليش راه ما عندكش التليفون، ما تقوليش راه ما عندكش الكونيكسيون، ولا ما تضيعش وقتك في قوه التفاهه، طالع هابط في المواقع الاجتماعيه، وما كتخرجش في النهار، يعني نهارك ما كتخرجش كما نقولوا تجي فيه شي حاجه تنفعك، ما تعلمتيش فيه شي حاجه، يعني ضيعتي نهارك ما تعلمتي حتى شي حاجه. انا ما نبغيش زعما شي واحد صراحه نصيحه اخويه، كل نهار كون عندك واحد 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 لاجوندا كتب فيها شي حاجه تعلم فيها شي حاجه من بخصوص اللغه، جمله في النهار خمسه الكلمات في النهار ولا شي غتعلمهم، وكل نهار دير واحد بحال بروجرام بلانينغ ديالك نتايا،
كل نهار سويعه نص ساعه على حسب ديرها انت وقتك، الله يجعلها في الصباح في وسط النهار في العشيه بالليل، المهم قبل ما تمشي تنعس غنقول انا اليوم شنو تعلمت هذا النهار، هذا مثلا السبت شنو انا استفدت من هذا النهار ديال السبت، دخلت للفيسبوك دخلت للتيك توك دخلت للانستغرام دخلت للعالم الرياضي، شنو انا استفدت من هذا الشيء كامل، واش استفدت شي حاجه ولا لا؟ تفهمنا دابا الاخوان؟ اذا نرجعوا، اول حاجه هي اللغه، جبتي معك اللغه راه غتحل لك المشاكل، ما كانش عندك اللغه راه غتزيد مشاكل حدود اخرى في انتظار غادي تعلمها. يعني واش غتعلمها على 6 شهور على عام على عام ونص على عامين على حسابك انت يا عاوتاني؟ تفهمنا دابا الاخوان؟ حاجه ثانيه صعوبات هو ما كانش عندك المستضيف، ما كانش عندك المستضيف هنايا، عاود ما نقولش الاغلبيه ولكن 51% ما كملش 50% ما عندهمش المستضيف، يعني بطبيعه الحال غادي يعاني، واخا يجي معاه لونجلي واخا يجي معاه اللغه كما كنقولوا، ولكن هنايا المستضيف الاخوان باش نكون معكم صريح من التجربه ديالي انا الشخصيه، يعني نهار فاش الله جيت لقيت المستضيف كيتسناني في المطار، اول حاجه شوف كيتسناك في المطار يعني انت غير كتكون جاي ما عايش داك 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 ستريس وداك المشكل، وايلي غادي نجي نزل في المطار اول مره انا جاي لامريكان، فين غنمشي وفين غنجلس وكيفاش غندير كيفاش غنشد طاكسي كيفاش غنشد التران، وانا مثلا انا ما غاديش لداك الولايه اللي غادي نزل فيها مره واحده اخرى، راني مازال غادي نمشي لولايه واحده اخرى، كيفاش عاوتاني خصني نشد الطياره والباكاج غيمشي ليا الباكاج، كتعيش هاد الامور هادو، وعادي الا ما عندكش اللغه كيفاش غادي نهضر معاهم، منين غندوز منين غنمشي كيفاش، المهم لا اسئله كتعرم عليك في الراس ديالك، اذا غير كيكون عندك المستضيف هاد الاسئله اللي كتعرم لك في الراس ديالك كاع ما كتبقى عندك، صافي كتجي كتكون راك هضرتي معاه صافي في امان، كتجي بحال اللي كتكون مرتاح بخير وعلى خير، نجي غنلقاك كيتسناني، وعكس واحد اخر اجيتي راه ما كاينش المستضيف، يعني غتعيش في هاد الصعوبات هادو وهاد المشاكل هادو. تفهمنا دابا الاخوان؟ اذا حاولوا الاخوان دبروا على المستضيف يوقف معكم هنايا بزاف ديال الحوايج، زيد على ذلك صعوبات اخرى وهي بسبب المستضيف، الا كان عندك المستضيف راك ما غاديش تعاني، مثلا حتى الا ما عندكش اللغه غيكون هو معك، يعني كيشرح لك كيترجم لك كيعاونك كيبين لك بزاف ديال الحوايج، ها منين تقضى ها فين كاين الاثمنه المناسبه ها فين كاين الغلاء ها فين تمشي ها منين تشد الطوبيس ها فين توقف ها فين كاين الماكله حلال ها فين كذا ها فين، يعني كيوري لك بزاف ديال الحوايج، كيوري لك الشركات ها الخدامين فين كاينين، يقدر يدبر لك هو على خدمه يديك ويجيبك، نهار تبغي دوز البيرمي غيوقف معاك غيعطيك الطوموبيل غيديك ويجيبك، وزيد 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 وزيد. اذا انا راه كنشرح وانتم راكم غتحسوا الا ما كانش عندك المستضيف شوف المشاكل والصعوبات اللي غيكونوا عندك. حنا راه دابا الموضوع ديالنا هما عفوا المشاكل والصعوبات اللي يقدر يلقاهم اي واحد جاي هنايا، وكما قلت لكم في الاول راه كنتي عازب ولا اسره ولا عازبه راه نفس الشيء، حتى اللي عنده الاسر تصور الاسر ربما غنقدر نقول الا ما كانش المستضيف غتكون عنده الصعوبات والمشاكل بزايد، وسيرتو الا جاب الا جاب الاسره ديالو كامله هو ومرته ووليداته، راكم عارفين يعني الراجل هو اللي كيتحمل داك المسؤوليه، حتى المراه كتحمل المسؤوليه ولكن الراجل اكثر، غير الراجل ربما مهم الا عقلتو داك مع شكون اللي كان تسولي قلت ليه جيب معك الصبر، حتى هو جيب معك الصبر، بقينا كنهضروا في شي موضوع وقال لي شنو، قلت له اودي جيب معك الصبر كثار ما تجيب معك الفلوس وتجيب معك الاخر، جيب معك الصبر. اذا هنا الاخوان حاولوا تصبر راه كيلعب دور كبير، لا الراجل يصبر ولا المراه تصبر ولا حتى الدري ولا الدريه الا كانوا عازبين، راه خصك تصبر بصفه عامه، الغربه الا ما كنتيش كتصبر الاخوان اقسم لك بالله العلي العظيم راه غيجيك في دماغك تجمع حوايجك وترجع لبلادك، باش نكون معكم واضح، وانا هذا الشيء عشته يعني شخصيا وعشته مع دراري ودريات، كنقول لكم بحكم التجربه يعني الشخصيه ديالنا وديال الاخوان، راه صبار صبار صبار، وهذا الشيء راه حنا في البلاد وراه ديما والدينا كيقول لك راه صبر، انت جاي اول مره ما تخليش الضغط ياثر عليك، ما تخليش يعني كهاد الصعوبات وهاد المشاكل اللي هضرنا عليهم في البدايه ديال انا ما عنديش اللغه ما غنلقاش الخدمه ولا غنبقى نخدم غير الخدامين المكرفسين فيهم تماره وما كيخلصوش مزيان الى اخره، فغتعيش شويه هاد الضغط خايب صراحه هنا في الغربه، راه فين ما مشيتي الغربه بصفه عامه فيه واحد الضغط خايب، ولكن الا صبرتي توكلتي على الله وتوكلتي على راسك راه من بعد
تنعطيكم يعني كما نقولوا غارانتي ديال واحد عام لو ماكسيموم تعيش هنايا عام فعلا غادوز عليك الدكاكه وغايدوز عليك الضغط وغتتلاقى مع بعض المشاكل، ولكن باذن الله بالصبر وبالاستعانه بالله برضات الوالدين راه غادي تجاوز داك المشاكل وداك المحن وغادي تستقر بخير وعلى خير. غادير حتى طوموبيل تاعك وغتخدم، وحتى المدام الا عندك المدام مثلا انت مزوجين غادي يخدموا بجوج وغيكون عندكم مصاريف وتصوروا شويه ديال الفلوس وغادي ترتاحوا. راه البدايه عفوا الاخوان شدنا هذيك حمراء ومراء، راه البدايه هي اللي كتكون صعيبه في اي حاجه في اي حاجه، غير صافي كتستقر وكتعرف البلاد مزيان وكتفهم البلاد مزيان فين غتمشي منين غتجي تعرف اللعيبات كدا منين تقضى الخدمه دمجتي مع المجتمع هنايا دغيا درتي بلاصتك كما كنقولوا. وهادشي اللي بغيت نوصي كاع الاخوان، حاولوا ديروا بلاصتكم في هذا المجتمع هنايا، ديروا بلاصتكم صحه كما كنقولوا، ما تقوليش كاين ولا ميني ولا تمشي تحشر راسك مع العرب وتبقى تهضر غير بالعربيه ولا الدارجه وتقلب غير على شي حاجه سهله. لا خلا صاحبي، خل المسائل الصعيبه تعلمها كما كنقولوا زعم، راه الا ما زعمتيش ما عمرك بحال اللي طالع لواحد الجبل. راه الا طلعتي المره الاولى وطحتي عاود طلعتي وطحتي طلعتي وزهقتي وطحتي وجرحتي في يديك وكذا، ولكن بعد مرات عادي راه كتطلع وكتوصل للقمه ديال الجبل. راه ماشي عطيتكم انا هذا المثال غير باش تفهموا المغزى والرساله فين غاده. راه ماشي بالسهل غتطلع توصل لقمه ديال الجبل، واللي قال لي سهل يبين لي. راه كتطلع كتعيا كتزهق كطيح كتجرح كيوقع لك بزاف ديال الحوايج، ولكن في اخر المطاف عاودتي المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه راه كتوصل، ما تقوليش ما غاديش توصل، والله حتى توصل. فهمتوني دابا شنو بغيت نقول لكم؟ هذا الشيء اللي كاين باش ما نطولش عليكم، واللي عنده سؤال في هذا الاطار هذا ندردشوا مع بعضياتنا نجاوبوا عليه ما كاينش حتى مشكل. يلا سيروا كمال اللي يحييكم، تهلوا الله في راسكم، الله يسهل عليكم مصعب، بالتوفيق لكاع القادمين ان شاء الله اللي جايين. السلام عليكم ورحمه الله.